من أروع أقوال الحكماء: لا تتعجب من عصفور يهرب منك وأنت تقترب منه وفي يدك طعام له، فالطيور عكس بعض البشر تؤمن بأن الحرية أغلى من الخبز. قال الماء للزيت: كيف تعلو علي وأنا من أنبت شجرتك؟ أين الأدب؟ فقال الزيت: أنت نشأت في الأنهار رضاضا، وأنا على العصر والقهر صبرت، فالصبر يعلو القدر. الدموع ليست قطرات بل هي كلمات، لكن من الصعب جدا أن تجد شخصا يقرأ ويفهم هذه الكلمات. بعض البشر قلوبهم كورقة الخريف جافة، مهما رويتها لن تخضر بين يديك أبدا، فلا ترهق نفسك وأتركها للرياح. كن عزيزا وإياك أن تنحني مهما كان الأمر، فربما لن تأتيك الفرصة كي ترفع رأسك مرة أخرى. الكلمات كالبذور ولكنها تغرس في القلوب وليس في الأرض، لذا احترس مما تزرع وراعي ما تقول، فقد تضطر يوما لأكل ما زرعته. الاحترام 10 أجزاء، 9 منها في الصمت والعاشرة في اعتزالك لصغار العقول. لا تكن كالمجهر الذي يضخم التفاصيل الصغيرة ويكشف مواطن القبح، كن كالمرآة تعكس ما أمامها بحيادية.